بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الرئيسة، سيدات والسادة الرؤساء ورؤساء الوفود، سيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أيها الحضور الكرام، باسم برلمان المملكة المغربية أحييكم جميعاً كل باسمه وصفته ووضعه الاعتباري، وأتمنى لأشغال هذه الدورة الجديدة للاتحاد البرلماني الدولي كامل النجاح، وبالخصوص أن تسهم بدورها في التراكم التاريخي لهذه المؤسسة الكونية الموقرة التي جعلنا منها شاهداً حياً على تطور الفكرة الديمقراطية في العالم رغم تعدد التجارب واختلاف الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والأنساق السياسية. لا شك أن حوارنا اليوم حول موضوع العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً، وتفكيرنا الجماعي في مستقبل أكثر سلماً ورفاهية، إنما يندرجان في مسار انشغال البرلمانيين بالقضايا الحيوية الراهنة ذات الصلة بالمشروع الديمقراطي. ولعل استعادتنا لمواضيع الدورات السابقة ونقاشاتنا حولها يبرز مدى التراكم النوعي على مستوى إنتاج الأفكار ومراكمة الرؤى والقيم الجديدة التي من شأنها بناء مستقبل إنساني يستجيب لتطلعات البشرية. لن نختلف حول قيم العلم والتقنيات الحديثة في تطور البشرية وتسارع إيقاع حياتنا وفي الاستجابة لحاجيات الإنسان ومتطلباته الملحة في الاستقرار والعيش الكريم. لقد بات من المتعذر اليوم أن نتخيل حياتنا المعاصرة بدون مكاسب العلوم والتكنولوجيات. في المملكة المغربية وبتوجيهات من جلالة الملك محمد الثالث حفظه الله يحظى هذا المجال بعناية خاصة، وهناك قطاع حكومي خاص بالانتقال الرقمي بالإضافة إلى المركز الدولي الذي يعنى بالذكاء الاصطناعي. صحيح أن المعرفة العلمية أتاحت للإنسانية إمكانيات تطور تكنولوجي هائل سيطرت بها على مشكلاتها المختلفة وساعدتها على اتخاذ القرارات العقلانية المنظمة والمؤسسة على المعطيات العلمية الدقيقة، ولكن الفجوة العلمية والتكنولوجيا ما زالت تلقي بثقلها على البلدان الأقل نمواً. هناك وثبات كبرى في الأبحاث العلمية لا تصل منجزاتها ونتائجها إلى جميع مناطق العالم. إن التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوهات والتقنيات الحيوية والتعلمات الآلية والأنترنت لم يصل حتى الآن إلى مختلف الشعوب، فبينما تحلق بلدان في النجوم ما زالت بلدان أخرى لم تصلها بالملموس فوائد التقدم العلمي والتكنولوجي. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، عندما نفكر في أهداف التنمية المستدامة والخطة الأممية عام 2030 علينا أن نفكر أيضاً في المخاطر التي نتجت أو ستنتج لاحقاً عن هذه الفوارق الماثلة اليوم أمام أعيننا جميعاً، وفي أن بلداناً عديدة لم تتمكن من تحقيق هذه الخطة الأممية ولن تكون في الموعد، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي المبادرة إلى تصحيح الاختلالات وتوفير الحد الأدنى من التأهيل والتدريب اللازم لكي يتاح لجميع البلدان الانتفاع من المنجز العلمي والتكنولوجي، وكذا إيجاد الصياغ الملائمة لتفادي هجرة العقول والمهارات من بلدانها ذات الحاجة. بالموازاة مع ذلك نعيش أقصى درجات الهيجان العلمي سواء على مستوى الصناعات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار أو على مستوى المفارقات وانعدام الضوابط الأخلاقية، خاصة في مجال تداول المعطيات الزائفة والمضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاستهتار بالقيم الدينية والأعراف الثقافية في عدد من الأبحاث والإنجازات العلمية المختبرية التي ينعدم فيها الحد الأدنى مما نسميه بالأخلاق العلمية بيوتيكس. ويكفي أن نتأمل أنواعاً من المخاطر التي باتت تهدد الحياة فوق الأرض. إننا جميعاً مدركون لفضائل ومزايا العلم والمكاسب التكنولوجيا، ولسنا هنا في مؤتمر علمي أو فكري يتبادل فيه الرأي العلماء وأهل الفكر، وإنما نحن هنا في مؤتمر لفاعلين سياسيين في الحقل البرلماني العالمي وممثلين لبلداننا وشعوبنا وقاراتنا وثقافاتنا وعقائدنا المختلفة. فحبذا لو نغتنم فرصة هذا الحوار الجماعي المفتوح حول قضايا العلم والتكنولوجيا في عالمنا الراهن لنفكر في الخروج بنداء عالمي جديد يعبر عن قلقنا
بخصوص ضرورة تحصين البشرية من مخاطر الاستعمالات القاتل للعلوم والتكنولوجيات. علينا أن نستصرخ الضمير العالمي بهذا الخصوص، وأن نجمع على كلمة واحدة، وذلك بالتنبيه إلى مختلف هذه المخاطر. ينبغي أن يصدر عن حوارنا هذا أثر يعكس مدى الحاجة إلى الحرص والحذر والقلق على مستقبل الإنسان، على المستقبلين الإنساني وعلى كوكب الأرض، وأن نعمم نداء جديدا يعبر عن إرادة الدورة 149 في الحاجة إلى المزيد من استثمار العلم والتكنولوجيا. في الأخير، كمنتظم وفاعلين برلمانيين، دورنا هو التنبيه والتعبئة والتواصل مع الحكومات والمنظمات المعنية والأوساط العلمية في أفق تعميم وترسيخ ثقافة علمية بروح إنسانية وأخلاقية، ولنا في مواثيق ووثائق الأمم المتحدة وفي أدبيات الاتحاد البرلماني الدولي ما يمكن أن نسترشد به، فضلاً عن أرصدتنا من الأفكار والتجارب الحضارية والثقافية. شكراً والسلام عليكم. Muito obrigada. Tem agora a palavra...